وكان هناك مشهد عندما شاهدنا ريان وهو حي في داخل هذا البئر، وامتدت إليه الأحبال كي تنقذه. قامت كل فلسطين وليس غزة، كل فلسطين قامت بتوزيع الحلويات في الشوارع على سلامة هذا الطفل، ولكن كانت إرادة الله أكبر من كل ذلك، وهو الآن حي يرزق عند الله في جنان النعيم. أقدم كل التعازي إلى عائلته، وأقول لهم ربنا يلهمكم الصبر والسلوان، وأن لله وأن إليه راجعون، كما نعزي أنفسنا ونعزي أمتنا العربية بريان. ريان هو قطعة من أجسادنا وقطعة من دمائنا، رحمة الله عليه رحمة واسعة.